دعاء، السلام عليكم. ست دعاء ايوه، مع حضرتك. اتفضلي اسمعيني من التليفون لو تكرمتي. تمام، انا سامعك. اتفضلي. بقول لحضرتك، انا والدي اتوفى السنه اللي فاتت في رمضان، رحمة الله عليه. وكان صايم ساعه الفجر، ومات طيب من غير ما يتعب، ما تعذبش في الدنيا. تمام. بس في حاجه، وظهرت عليه حسن الخاتمه، وكان مبطون طيب يعني مات شهيد، طيب بس ما كانش بيصلي دايما، يعني كان بيصلي قليل قوي. طيب حاضر. طيب وتاني حاجه، بيجيلي في الاحلام ان هو في مكان حلو وبيطمني وبيقول لي انا موجود، طيب وانا بقالي سنه مش متقبله عدم وجوده، طيب بالذات ان انا كنت متعلقه فيه. انا اعمل ايه واطمن عليه ازاي؟ لان حضرتك بتقول ان تارك الصلاه بيتعذب تقريبا، فطب هو ازاي كده وربنا رزقه بحسن الخاتمه، وازاي هيتعذب لدرجة ان هو ما شاء الله في الغسل كان ابيض وجميل وما بانش عليه علامات الكبر، التجاعيد اللي في وشه كانت حتى راحت. طيب حاضر 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 حاضر. ست دعاء، اولا رحم الله اباك رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتي، ومهما قلت لتتقبل وفاة ابيك لن استطيع ان اتكلم، فالاب هو السند، والاب هو الامان، والأب هو الركن الركين، والرب هو والأب هو المعتمد. الأب رب، ومن لا أب له لا رب له في الدنيا. نعم، أنا لا أنكر الله سبحانه وتعالى، ولكن أفكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمه قال أنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه، فهو الذي يشعرنا بالأمان. أطال الله عمر آبائنا وأحسن أعمالهم، ورحم الله من مات. عزائي ليكي إن أبوك ما كانش تارك الصلاة بالكلية، وإن كان متهاونا فيها فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولكن ياريت كل واحد سمعني وسمع دعاء يلحق نفسه. أنت دلوقتي على قيد الحياة، تستطيع أن ترحم نفسك بنفسك ولا تنتظر رحمة أحد، تستطيع أن تقدم لنفسك عملا تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما تستناش عمل جايلك من حد. الأحلام لا يؤخذ منها شيء إلا أننا نستبشر خير، ونسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا وله، وأن يختم لنا بحسن الخواتيم.